صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى مرسوم رقم 63 لسنة 2021 بإلغاء البند الخامس من الفقرة رابعا من المادة الأولى من المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وجاء فيه المادة الأولى يلقى البند الخامس من الفقرة رابعا من المادة الأولى من المرسوم رقم سبعة عشر لسنة الفين وتسعة عشر بعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة